النهارده ان شاء الله هناخد اول بورد عندنا اللي هي التيست بورد. التيست ايه؟ التيست بورد. البورد دي تستخدم في ايه؟ تستخدم في ان انا لو عندي دايره او عندي سيركت دايجرام وعاوز انفذ الدايره ديت على البي سي بي او على الاستريب اللي هي البورد ذات الشرائح النحاسيه، بدل ما اقعد الحم واقعد اهلك في الموارد واضيع في الازير واستخدم الكاويه، لا الاول اعملها على الايه؟ على التيست بورد. وبعد ما اعملها على التيست بورد واشتغلت ابدا انفذها بقى على الايه؟ على البي سي بي او على الايه؟ او على الستريب بورد. هبدا النهارده اتكلم على الايه؟ التيست بورد وهرسمها وبتوصيل او الكونكشن بيتم ازاي. طبعا انت في الامتحان هيبقى معاك بقى قلمك الرصاص الجميل ومعاك حاجتك وادواتك. انا هرسمها انا على السبوره رسم ايه؟ كروك. لو لاحظت هنا هتلاقي في خرمين لوحدهم مكتوب عليهم موجب وسالب. طب بعد كده خمس تخرام وفي ايه؟ فراغ. وبعد كده خمس ايه؟ تخرام. وبعد كده موجب سالب. طيب في الامتحان المفروض تعمل كده، يبقى خلي بالك انا بشرحه ده بي 5. بي ايه؟ اول جزء في البي 5. يبقى لازم ما تيجي ترسم في الامتحان ترسم كده. ده الجزء اللي هو عليه ايه بقى؟ موجب اللي هنقول عليه ايه؟ الموجب والسالب. الجزء ده خاص بالتوصيل البطاريه او مصدر التغذيه. طب التوصيل فيه عباره عن ايه؟ التوصيل فيه راسي. التوصيل فيه ايه؟ راسي. يعني التوصيل بقى كده. يعني ايه بقى؟ يعني النقط دي كلها عباره عن ايه؟ متوصلين ببعض. يبقى التوصيل هنا ايه؟ ذا كونكشن. ذا كونكشن ان ذس اريا فيرتيكال ايه؟ كونكشن فيرتيكال ايه؟ كونكشن توصيل راسي. وبالتالي ديت برضه ايه؟ متوصلين ببعض، فاهميني؟ طيب الجزء بقى اللي هو خمس تخرام. طب واحد عملهم ستة؟ غلط. واحد عملهم أربعة؟ غلط. خمسة يعني إيه؟ خمسة. طيب التوصيل هنا عامل ازاي؟ التوصيل هنا ايه؟ هوريزونتال افقي. التوصيل هنا ايه؟ هوريزونتال كونكشن. هوريزونتال يعني ايه بقى هوريزونتال كونكشن؟ يعني التوصيل افقي، يعني الخمس نقط دول عباره عن ايه؟
نقطة واحدة. تمام؟ طيب البتاع دي عبارة عن ايه اصلا؟ مصنوعة من ايه؟ مصنوعة من بلاستيك وكبر، مصنوعة من بلاستيك وايه؟ ونحاس. بلاستيك وشرايح من الايه؟ من النحاس. يبقى كده اتس ميد اوف، يبقى البوردة دي بتاعك في الامتحان انت هتكمل بقى، يعني انا هتكمل الرسم. يبقى دي اتس ميد اوف بلاستيك اند كبر، مصنوع من النحاس والايه؟ والبلاستيك. طيب عايز اوصل عليها بقى مقاومتين توالي ومقاومتين ايه؟ توازي. في حاله التوالي المقاومه بتبقى عامله ايه؟ كده دي ار واحد ودي ار ايه؟ اتنين. دي ار واحد ودي ار ايه؟ اتنين. نهايه ار واحد هي نهايه ايه؟ هي بدايه ار ايه؟ ار اتنين. اوصلها ازاي بقى؟ لو لك خمس نقط دول ايه؟ متوصلين ببعض. يبقى دي بدايه ار ايه؟ ار واحد. هاجي من نهاية R1 ووصل R ايه؟ 2. يبقى ده توصيل ايه؟ توازي، فاهمني؟ طيب في حد التوازي بيبدأوا مع بعض وينهوا ايه؟ مع بعض. يبقى البداية واحدة، ما دام البداية واحدة متوصلين بايه؟ متوصلين ببعض، يبقى ار واحد وار ايه؟ ار اتنين. يبقى بادئين من هنا اهوت، ادي ار واحد، هاجي على نفس الايه؟ الفورم الناحيه الثانيه، وادي ار ايه؟ اتنين. يبقى ده توصيل ايه؟ توازي. طيب خطوات تصنيع الدايره، يعني عشان اعمل دايره على البورده ديت في خطوات لازم اعملها. ايه الخطوات ديت؟ رقم واحد place the component on the board، احط الايه؟ الكومبوننت على الايه؟ على البورد. رقم اثنين connect between the component by زوايا، وصل ما بين الايه؟ المكونات بالايه؟ في الواير سلوك. طبعا عشان دي دايره بسيطه مقاومتين توالي وتوازي مش محتاج ايه؟ سلوك. انما لو في بقى اي سي وفي دايره طويله او كبيره احتاج ايه؟ اي سي. طب ليه هنا في فراغ؟ ليه في فراغ هنا في النقطة ديت كده؟ اي سي ماينس سي. ليه في هنا فراغ؟ عشان الاي سي. لأن احنا عارفين لو حطيت رجول الاي سي هنا في الحتة ديت هيحصل ايه؟ شورت. لو كان هو ليه 8 رجول 4 و4 فهيتوصلوا بايه ببعض؟ عشان كده بحط 4 الناحية دي وافصل ما بينهم واحط 4 الناحية الايه؟ الناحية التانية. ده باختصار أول جزء في الايه؟ في الفي 5. تمام؟ في حد مش فاهم حاجة؟ كده طب ماشي خلاص؟ تمام.